من اكبر الموارد من اكبر الموارد بتاعت الشمال والجنوب هي العلاقات الانسانيه. حتى في ظروف الحرب احنا كنا مع بعض، ودي شهاده كبيره لنا. ولم يتم الاعتداء على اي مواطن سوداني شمالا او جنوبا فقط لانه هو من المنطقه دي او من المنطقه دي. دي قضايا احنا ما نقبل فيها التساهل، وانتم بالذات في الخارج اي اكسبكت اونستي انه انتم تسيروا احتياجات واسعه للمصالحه والعمل المشترك بين الجنوبيين والشماليين في حاله الوحده والانفصال. دي قضيه مهمه جدا ان احنا المفروض نواصل فيها. نحن في كل الاحوال الحركه الشعبيه as a national liberation movement and as a pan-Africanist movement we should really stand a high moral ground. وندعو لحل القضايا الاقتصاديه والسياسيه والامنيه بين الشمال والجنوب في كل الترتيبين في الوحده والانفصال للمصلحه بتاع كل الناس. ونتبنى بوضوح الحركه الشعبيه حتى اذا الجنوب انفصل بهما ما يحدث في دارفور وما يحدث في الشمال وما يحدث في قضايا بتاع التحول الديمقراطي. دي قضيه قضايا جاده مربوطه بالاستقرار بتاع الجنوب، مربوطه باستقرار الشمال. مستقبل الحركه الشعبيه برضو ده سؤال الناس كانوا متذكرين سالوني. انا بقول بوضوح الحركه الشعبيه ازاي تستي في حاله الوحده والانفصال، بالذات الرؤيه بتاعت السودان الجديد. وانا بديت حول تاريخ السودان وحول التكوين المعقد للسودان اكثر من 570 قبيله، اكثر من 130 لغه، اكثر من 5 سنة من التاريخ. التنوع المشي في التاريخ ده والتنوع الحالي المعاصر بتاع القبائل والاديان وغيره ما في حل له. The only game in town is the vision of the new Sudan. والفيجن of the new Sudan is to stay and to live alive. وعلى اساسه اذا انفصل الجنوب ستبنى حركه شعبيه كبيره في شمال السودان. في النيل الازرق، في جبال النوبه، في القطاع الشمالي. وستبنى علاقه بين الحركه الشعبيه وكل قوى الهامش والقوى الجديده لتغيير شمال السودان. هذه قضيه مهمه. وستقوم علاقه بين القوى بتاعت الهامش وكل القوى الوطنيه والقوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدني من اي دوله مدنيه لائمه في شمال السودان. وسيستمر النضال السلمي والديمقراطي لوحدة كل السودان، بل لوحدة كل افريقيا، بل للتعاون العربي والافريقي. دي اهداف كبيره. وانا زي ما قلت انه الحديث الان العالم مبني على التفكرات. اسيا وغزافيا قديمه نتيجه لدخول الاتحاد الاوروبي اصبحت الان تتمتع بنفس العلاقات القديمه. صحيح سياسيا ما في اطار دستوري لغزافة قديمة، لكن اقتصاديا انت الان في اوروبا ممكن تقوم ببطاقة من اسبانيا لحد تركيا. في اعلام وفي دول. السودان برضه مستقبله قائم على التكتلات الاقتصادية، قائم على العلاقات بين الاقاليم المختلفة للسودان. والمسألة دي حتتم حول نضال. الكلام ده كلام موضوعي. ما مربوط باي شخص ولا مربوط بشخصيه انا ولا مربوط. زمان كل الناس بيقول انه المشكله كلها في قرن، انه جون قرن ده لو ما هو ما كان هيحصل كذا وكذا. هسه جون قرن غاب منذ سنوات، ولكن ما زال القضايا اللي هو اثاره ونتكلم عنها. انا كنت معه في لندن اكثر من مره، نفس القضايا دي لا زالت مطروقه وموجوده. القضايا دي ما بترتبط بالافراد، الافراد عابرين والحياة ذاتها ممكن تنتهي في أي وقت، لكن القضايا بتاعت الشعب السوداني قضايا مغيمة طويلة وقضايا عندها
امتدادات عندها تاريخ. انا امس كنت مع عمر المسارح ابراهيم دري اداني وسيله من السلطان علي جلال بيحكي عن رحله طويله هو كان له بنفسه في اثناء المهديه، وبيحكي عن حاجات ما اشبه الليله من امبارح. كان علي جلال لسه قاعد معانا في الاوضاع الحاصله في دارفور اليوم. انا داري بسرعه واجاوب على اسئله الاستراتيجيه الجديده للمؤتمر الوطني في دارفور. استراتيجيه المؤتمر الوطني الجديده زي ما عبر سيد فقير دي استراتيجيه قديمه، استراتيجيه مستنده على الحل الامني وليس السياسي، ولا تخاطب قضايا لدارفور العادله، ولذلك لن تؤدي الى اي نتيجه. المؤتمر الوطني